جنو توكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي جنو توكس. صدرت قبل أسابيع نسخة جديدة من برنامج المونتاج الحر والمجاني كيدي لايف، والتي تحمل رقم 2104، والتي أتت بالعديد من التحسينات والمزايا الجديدة، وسنتعرف على أحدها في هذه الحلقة على أن نتطرق إلى بقيتها في حلقة أخرى إن شاء الله. وخاصية اليوم هي ميزة تحول الكلام إلى نص Speak to Text، وكما هو مشار في وصف هذه الميزة فإنها تعتمد على عنصر خارجي يتم إضافته إلى البرنامج وتسمى VOSC، وهي متاحة للكثير من اللغات مثل الإنجليزية والروسية والألمانية وغيرها، وطبعا ما يهمنا هنا هي اللغة العربية، وهي من اللغات المتاحة أيضا، حيث أن هذا الأمر سيسهل عملية إضافة التعليق على اليوتيوب مثلا ليتم اعتماد عليه في الترجمة التلقائية لباقي اللغات. كل ما علينا الآن هو القيام بتحميل الملف الخاص باللغة العربية أو الصوت العربي. بعد الانتهاء من التحميل سنفتح برنامج كيدي لايف، ثم نفتح إعدادات البرنامج ونذهب إلى خيار Speak to Text. الآن نقوم بسحب ملف VOSC على برنامج كيدي لايف وإفلاته. سيقوم بنسخ الملف المضغوط أو نقله إلى إعدادات البرنامج. وهذه هي الرسالة أدنى باللون الأخضر تبين أن العملية تمت بنجاح. بعدها نغلق هذه النافذة. سنقوم باختيار مقطع الفيديو هذا لتجربة الأمر. سأسحب المقطع المراد الحصول منه على نص إلى تايملاين. لإظهار خانة Subtitles أو التعليق نقوم بتفعيلها من هنا. سيتم إضافتها إلى خيارات الخط الزمني أو تايملاين. بعدها سأقوم بتقليل جودة عرض المقطع لكي يعمل معي بسلاسة أكبر، وهذا لن يؤثر على جودة الفيديو عند تصديره. كل ما علينا فعله الآن هو النقر على هذه العلامة في الشريط الخاص بالSubtitle لتنبثق هذه النافذة بها عدة خيارات. الخيار الأول هو لتحديد لغة المقطع، وذلك إن قمت بإدراج أكثر من لغة من خلال ملف VOSC. الخيار الثاني هو لتحديد هل سيقوم باستخراج النص من كل المقطع. الخيار الثالث سيقوم من خلاله باستخراج النص من المنطقة المحددة فقط. الخيار الرابع والأخير سيقوم باستخراج النص من جميع المقاطع على الخط الزمني أو التايملاين. بعد تحديد الخيار المناسب نضغط على إجراء أو Process، وسيتم إظهار مدى تقدم العملية. بعد الانتهاء يمكن تشغيل المقطع لتفقد مدى مطابقة النص لما جاء في المقطع الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم محبي ومتابعي طيور المغرب. من خلال هذه الحلقة والخاصة بترويض الطيور سأقدم لكم حيلة بسيطة من خلالها ستجعلون طائر الخاص بكم يقوم بالتفاف أو الدوران حول نفسه في غضون أيام قليلة باتباع الخطوات التالية. ويمكن القيام بتعديله مباشرة على برنامج كيدي لايف. كما يمكن القيام بتصدير ملف نصي لترجمة بامتداد SRT وتعديله.
لتصدير المشروع بدون إدراج التعليق المكتوب افتراضيا مع مقطع الفيديو يجب إزالة تفعيله من على التايملاين. بعد تصدير المشروع يكفي وضعه في نفس المكان مع الملف النصي وتشغيله عبر برنامج VLC لتشغيله مباشرة. وكما تشاهدون كان النص المستخدم مطابق بشكل كبير لما جاء في الفيديو. احتاج مني لبعض التعديلات الطفيفة، وكلما كان جودة الفيديو أو الصوت كبيرة كلما كان الناتج أفضل. كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، أتمنى أن تكون مفيدة لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم محبي ومتابعي طيور المغرب. من خلال هذه الحلقة والخاصة بترويض الطيور سأقدم لكم حيلة بسيطة من خلالها ستجعلون طائر الخاص بكم يقوم بالتفاف أو الدوران حول نفسه في غضون أيام قليلة باتباع الخطوات التالية.